السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم هو لقائنا الأخير وهو اللقاء الثالث، أتمنى أن يكون لقاء إن شاء الله ممتع وشيق. اللقاء هذا سنكمل فيه مراحل حياة المنحة التي تقدمت، فإحنا تكلمنا عن الخط الزمني لها أنه هو 5 مراحل. هذه المراحل هي مراحل مختصرة، قد تكون أكثر أو تكون أقل يعني حسب، بس هذه المراحل الرئيسية لها. وتكلمنا عنه عندما تقدم الجهات الخيرية ونستقبل نحن العروض أو نستقبل المنح، طلبات المنح، ثم بعد ذلك عملية الدراسة هي المرحلة الثانية، وانتهينا من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية دول مع بعض في اللقاء السابق. اليوم سنتكلم عن اتخاذ القرار، ثم بعد ذلك سنتحدث عن المراقبة في التنفيذ، ثم سنتحدث عن عملية التقييم. عندنا اليوم نكمل 3 مراحل. اليوم اتخاذ القرار، تكلمنا في اللقاء السابق أن اتخاذ القرار هو عنق الزجاجة، وهو الذي يكثر في عملية الضوابط والمعايير. كل اللي في خاطرك قله اليوم، الآن قله واتفق مع الممنوح. نحن نتكلم اليوم مع الجهات المانحة، كل اللي في خاطرك قله الآن، تكلم فيه واتفق فيه واكتبه. ففي هذه المرحلة تزيد وتيرة الضوابط والمعايير لكي نتفق على عملية التنفيذ. طيب في هذه المرحلة ماذا سنعمل؟ نحن درسنا على المشروع، المشروع ممتاز ورائع ونبغى ندخل فيه. طيب أول واحدة ستأتي عملية التعاقد، سنتعاقد مع الجهة على تنفيذ هذا المشروع، يكون بيننا عقد. كلما زاد المشروع في التعقيد وفي الكبر مدة زمنية يزيد التفصيل في العقد، وكلما كان المشروع صغير قليل تكون عملية التعاقد بسيطة وسريعة. مو معقول مشروع ب20,000 عقده 10 صفحات، ولا معقول مشروع ب5 مليون عقده صفحة واحدة. فكلما هي نسبة وتناسب، لابد يكون لكن في بيننا عقد. هذا العقد يوضح فيه آلية المتابعة، أهم شيء عندي يوضح فيه آلية المتابعة، ضابط الاتصال، كيف يتم الاتصال بيننا وبينهم، بين المانح وبين الممنوح، عن طريق شخص، بالإيميل، بالفاكس، أيا كان. مراحل التنفيذ، كيف ستتم هذه المراحل؟ وضوح المخرجات، ما هي المخرجات ستخرج من هذا المشروع؟ سيخرج 1، 2، 3، 4، سنقيمها. موائمة التوقعات، وهذه مهمة جدا. هل أنا كمانح وأنت كممنوح لدينا موائمة في التوقعات اللي سنحصل عليها؟ متوائمين في التوقعات؟ أو إذا خرجت التوقعات والله أنا كنت أتوقع كذا والله كنت أتوقع كذا، لا، لابد نوائم التوقعات اليوم قبل ما نبدأ. معناها يعني مفهوم موحد للنجاح، يعني اللي بننجح ترى هذا المفهوم النجاح اللي بنصل له. والله أنا كنت أنه يقرأ ويكتب هذا النجاح عندي، لا أنا ما كنت أبغى أنه يقرأ ويكتب، أنا أبغى يقرأ ويكتب ويحصل على وظيفة. هنا لا، النجاح اختلف، لابد يكون عندنا موائمة للتوقعات لكي نحصل على نجاح موحد بيني وبينك. وضوح الجانب المالي، إيش تبغى مني ومتى تبغى وأنت كيف تصرف ومتى تحتاج. وضوح الجانب المالي واضح تام. التغيرات المحتملة على المشروع، لما يحصل تغيرات كيف سيتم بيننا التواصل؟ تغيرات في الوقت، تغيرات في المكان، تغيرات في الجانب المالي، تغيرات في المنفذين، تغيرات في المستفيدين، تغيرات كل هذه الأشكال، كيف نتخذ القرار عندما يكون في أي تغير؟ هل أنت متاح لك التغيير؟ ما هو حدود التغيير المتاحة لك يا الممنوح؟ هل سترجع لي في كل شيء؟ أو أن عندك سقف تغير مالي مسموح لك 10%، تغير المستفيدين مسموح 10%، مثلاً كذا. هذه التغيرات لابد أن نعمل عليها، وهي تدخل داخل دائرة تسمى إدارة المخاطر. طيب نحن الآن تعاقدنا، أنا كمانح إيش المجالات أصلاً أمنح فيها؟ يوجد عدة مجالات، يعني أشهرها 5 مجالات أنك تمنح فيها. أول واحد أنك تدعم الأنشطة والبرامج مباشرة، تأتي للنشاط والبرنامج وتدعمه مباشرة، أو تدعم جزء منه أيا كان، لكنك داخل دائرة الأنشطة والبرامج. هذا الأول وهذا هو الأكثر، وهذا الذي يريده في الغالب المانحين. النوع الثاني أنك تدعم المصروفات العامة والإدارية في المنظمة،
بدها تدعم رواتب المدير التنفيذي، معدل المحاسب، تكاليف مجلس الإدارة، أيا كانت مصروفات العامة الإدارية. وهذه غير محببة ولا يريدها المانحين، دائما لا يريدون هذه، يريدون الهروب منها، بل أنهم لا يريدون المصروفات العامة الإدارية داخل المشروع، يريدون بس عين المشروع، رقبة المشروع فقط، واللي جنبه ما يبغاه. هذه إشكالية، لابد أن تعرف لما يقول المانح أبغى كذا، تعرف كيف أنت تغطي بقية التكاليف. تكلمنا عنها في الجانب المالي، النوع الأول أنشطة، النوع الثاني مصروفات عامة، النوع الثالث دعم برامج. البرامج نقصد فيها مشاريع طويلة الأجل. انتبه، ترى مشاريع طويلة الأجل معناها فيه التزام منك يا المانح. طويلة الأجل قد تجلس سنة سنتين، غير واضحة النتائج في العادة. أنا مثلا عندي حمى الظنك مثلا، نبغى نشتغل عليها، مشروع طويل الأجل قد يجلس 4 سنوات 5، لابد عندك مثلا بيل جيتس الآن جالس مع الإيدز كم سنوات ويشتغلوا أبحاث وجامعات، طويل ما يدري هو متى ينتهي، لكن هو داخل بالتزام عالي، لن يترك هذا المشروع. فهو يدخل مع الجامعات، يدخل مع المانحين، يدخل مع الدول والأماكن يكثر فيها الإيدز حسب الدول، فهو داخل بدراسة. فأنت هذا المشروع لما يكون طويل المدى، طويل التطبيق، هل هذا ستدخل فيه؟ هل تريده؟ هل هذه تريدها ولا ما تريدها؟ هذه مهمة جدا. هذا النوع الثالث، مشاريع طويلة الأجل اللي تسمى برامج. هل أنت تريد أن تدعم الأصول، عمارة، مقر للمشاريع، مقر للنشاط، سيارة، معدة، هل تريد أن تدعم الأصول؟ هل تحب تدعم الأصول؟ هذا مسار ممكن تدعمه. النوع الخامس، هل تحب تدعم الاستثمارات والأوقاف؟ هذه أشياء تعيد تساعد على استدامة الجهة وأنها تجيب لها مورد مالي، هل تحب أن تدعمها؟ 5 مجالات للدعم، هذه 5 مجالات رئيسية، ويوجد تفصيلات داخل كل مجال، لكن هذه 5 رئيسية. الأول عندي الأنشطة، عندي المصروفات العامة والإدارية، عندي البرامج اللي هي أنشطة طويلة المدى، عندي أصول مثل سيارات، مباني، ثم عندي استثمارات وأوقاف. هذه 5 مجالات أننا ندعم فيها. أي واحدة تفضل؟ وكل واحدة لابد يكون عندك فيها خبرة ومعرفة على كيف تدعمها، لأن كل واحدة تختلف عن الأخرى. فمثلا لما تجي استثمارات لازم يكون عندك خبرة في عملية الاستثمار، اختيار الاستثمار، دراسة الجدوى من الاستثمار، فأنت لابد يكون عندك خبرة أو عندك علاقات مع بيوت خبرة. لما تكون تعمل على الأصول لابد يكون عندك خبرة في تشغيل الأصول، هل القدرة عندها قدرة على تشغيل الأصول، ومقارنة بين شراء الأصول، تملك الأصول، واستئجار الأصول، هل يشتري سيارة أو يستأجر سيارة؟ لابد يكون عندك قدرة، أنت تقارن له، ما هو يعني أنت عندك قدرة أن الموجودات الخبرات عندك تستطيع. أنت لما تأتي مثلا على مشاريع طويلة الأجل، أنت عندك قدرة في التحمل، عندك مجلس الإدارة تستطيع تقنعهم باستمرار بهذا المشروع ولا نقف ولا ننتهي منه. لما يكون عندك مشاريع دعم مثلا الأنشطة، فأنت كيف تعرف تقارن بين الأنشطة، والأنشطة تحقق رسالة وقضية الجهة، والأنشطة المبنية على احتياجات، فهي كل واحدة لها آليتها ولها متطلباتها ولها ممكناتها عشان تعمل عليها. فهي 5 مجالات للدعم. طيب كذا الآن أنت الآن وصلنا إلى حسن النوايا واتفقنا مع بعض أنك تنفذ المشروع. سيبدأ الآن الجهة طالبة الدعم تنفذ، تعاقدت، واضح كل شيء، وقع العقد وأخذ كل واحد نسخته، صورنا كل شيء حصل. هذه تعتبر الجزئية الأولى. الآن باقي الآن نبدأ الآن في عملية التنفيذ، وهي المرحلة الرابعة، ستبدأ الجهة في عملية التنفيذ. طيب عملية التنفيذ، أنا كدوري كمان عملية المراقبة، أبدأ أراقب المشروع لكني ما أنفذه، ما الارتباط، لكني أراقب بناء على عملية التعاقد اللي تمت. طيب كيف تتم عملية المراقبة؟ عادة المراقبة تتم بناء على الأداة التي استخدمتها في البداية. إما استخدمت، هنا تأتي الأدوات عندنا، إما أنك استخدمت نظرية التغيير، أو أنت استخدمت الإطار المنطقي، أو استخدمت أي أداة أخرى. المهم أنك هذه الشيء اتفقت معهم. طيب لما نأتي الآن، سيأتي عندنا الإطار المنطقي مثلا، سيأتي عندك مدخلات، أنشطة، مخرجات، نتائج، أثر، تبدأ تراقب متى ستحصل على كل واحد. لما تأتي على المدخلات، وأنت متفق على المدخلات الفلانية، أن يكون مثلا إسكان، بناء إسكان مثلا، المدخلات أن يكون المقاول مصنف من الفئة ألف، أن يكون المقاول معتمد عند هيئة مثلا المهندسين، أو معتمد مثلا وزارة الإسكان، أن يكون المقاول يستخدم المواد كذا وكذا وكذا. هذه مدخلات تتفق عليها في البداية، ثم تراقبها. صح،
خلاص هذه ممتاز أنت استخدمت هذه الأشياء. بعدها مثلا الأنشطة، أن يكون المقاول يبني بالطريقة كذا ويجيب العمالة من المستوى كذا ويعملون، هذه الأنشطة تمت. طيب المخرج، طلع لي أنا بيت ممتاز. طيب هذه البيوت المخرجات أن تكون بالمواصفات، 4 غرف، كل غرفة قابلة للتهوية، ما فيها تكلفة عالية، ما طلع هذا المنتج لي الآن المخرج. طيب المنتج من سيسكن؟ هل هو جاب فعلا المحتاجين الذين هذا المنتج؟ قالوا والله سكن فيها بالمنتج سكنت الأسرة المكونة من 4 أفراد وكلهم معاقين أو كلهم أيتام أو أيا كان. إذا ممتاز، مبنى ممتاز ومستفيدين ممتاز. وصلنا النتائج الأثر إيش جايب لي أنت؟ والله ستكون الأسرة مستقرة، سيكون فيها عائد مالي، والله بعد فترة بعد سنة سنتين أصبح لهم عائد مالي. إذا أنا أتابع كل هذا البروسس كامل من البداية إلى النهاية، أنا متفق معك فيه، كل اختلاف بيني وبينك فيه عندي عملية ضابطة له إننا كيف نختلف وكيف نتخذ قرار بناء على هذا الاختلاف. طيب إيش هو المستوى المقبول والذي يتحمل في هذا الاختلاف؟ أول واحد عندي الوقت. ما هو الوقت المسموح لي أني أزيد فيه؟ ما إحنا متفقين على سنة، طيب وصلت سنة ما انتهيت، إيش المسموح فيه؟ مسموح لك 10% 5%. الثاني المكان، والله المكان هذا ما مشى، إيش المسموح أني أنقله؟ هل مسموح لي أني أنقله إلى بيئة مشابهة تماما؟ لابد أن نكون إحنا متفقين عليه في البداية. الثالث المناقلة بين البنود، والله أنا قلت أن البند هذا يحتاج مثلا 10% من الميزانية، هل ممكن أنقل هذا البند؟ صار هذا في فائض وهذا في عجز، إيش هو المسموح لي في المناقلة بين البنود؟ المنفذين، أنا قلت لك بجيب لك منفذ مقاول من الفئة ألف، هل ممكن أجيب مقاول من الفئة باء مثلا؟ الفئة المستهدفة، والله أنا قلت لك أنهم كلهم أيتام، بس ما الصراحة ما قدرت أجيب 100% أيتام، أنا أصبح عندي 80% أيتام 20% غير أيتام، وطبيعة المشروع أصلا ما يناسب من كل الفئة تكون أيتام مثلا. هل هذا مسموح؟ هل هذا مسموح للجهة أنها تعمل؟ إيش هو مستوى التحمل في هذا المشروع؟ طيب صاحب الصلاحية، من هو صاحب الصلاحية عندك في الجهة الدائمة أو المانحة؟ في صرف الدفعات، في متطلبات الدفعات، يشيك على المتطلبات، كل دفعة لها متطلب، هل تم هذا المتطلب؟ في التغيير المسموح فيه، من هو صاحب الصلاحية في هذه الأشياء؟ أحيانا مجلس إدارة، أحيانا مدير التنفيذي، أحيانا مشرف المشروع، على حسب الجهة. مؤشر التقدم في التنفيذ، ما هي المؤشرات اللي تحدد لك ان المشروع فعلا يتقدم؟ هل لازم تنزل ميداني؟ هل لازم تكون عندك جهة انت متعاقد معها؟ لا. كيف تقيس؟ هل بالاتصال؟ ممكن تستخدم التقنية الجديدة؟ ممكن بالتصوير؟ ممكن ما ادري، حسب المشاريع. جودة الاغلاق، مهم جدا اننا كيف ستغلق هذا المشروع. هذا المشروع لابد ان نغلقه بطريقة صحيحة، المورد البشري الموجود من الأصول، وين ستذهب؟ كمبيوترات، سيارات، وين ستذهب بعد ما نغلق هذا المشروع؟ الموظفين وين سيذهبون؟ يعني فجودة إغلاق المشروع، الجانب المعرفي والمالي والتغذية الراجع في المشروع أين ستذهب؟ كيف تتم؟ هنا الآن نحن الآن في المرحلة الرابعة، مباشرة من المرحلة الرابعة ننتقل للمرحلة الخامسة لأنها هي المرتبطة تماما في جودة الإغلاق، وهي مرحلة التقييم. ومرحلة التقييم هي ممتدة من البداية لكنها هي تتركز في بالتنفيذ وما بعد التنفيذ. مهم جدا نعرف أننا لا نقيم المشاريع بمستوى واحد، وهذا ذكرته أكثر من مرة، المشاريع تقيم بمستويات، كلما زاد كبر المشروع، عمق المشروع، أهمية المشروع، زاد تفاصيل في عملية التقييم، وكلما زادت حساسية المشروع زادت أهمية التقييم والتعمق في التقييم. نقطة جوهرية جدا يقع فيها عدد من المانحين، وهو ادعاء أنه هو السبب لهذه النتائج، يقول لك أنا دعمت هذا المشروع حصلت لهذه النتائج. مثل ما ذكرت لكم في البداية في اللقاء الأول، إشكاليتنا بين السبب والنتيجة، ليس هذا الدعم هو السبب في حصول هذه النتيجة، النتيجة حصلت من مجموعة أسباب أنت واحد منها، نحن نريد ما هو مقدار حصك في هذا السبب. مثلا أنت دعمت مشروع في الإقلاع عن التدخين، دعمت أقلع عن التدخين 10 مثلا، هل كل واحد من 10 أنت السبب في الإقلاع عن التدخين؟ أحيانا لا، أحيانا في أسباب أخرى، قد تكون المدرسة، قد تكون زوجة المدخن، قد يكون أب المدخن، أخ المدخن، جيران المدخن، ما أدري، لكنك لست السبب كامل، أنت السبب في حصول هذه النتيجة. هذا مهم جدا نسميه عزو النتائج للتدخل، تدخل كم حصل من النتيجة فيه، كم يمثل؟ طيب من يقول لي؟ يقول لي أصحاب المصلحة مرتبطين،
هم يقولون لك هذا الشيء أنه حصل هذه النسبة فيه، فمهم جدا لا تدعي أنك السبب في حصول هذه النتائج في التقييم. هذا مدخل رئيسي جدا، أنت جزء من عدة تدخلات في حصول هذه النتيجة. هذا عمل مجتمعي، هذا ليس مكينة تطلع لي أربع سيارات ولا أربع مسامير ولا هذه مكاين على طول، هذا السبب يطلع لك النتيجة، تحط المواد يطلع لك خط زي ما قلنا منطقي كذا. العمل المجتمعي ليس خط منطقي، هو يعمل بثقافة تم الدالة الأسية أو الدالة اللوغاريتمية أو يشتغل الدالة المثلثية للساين كوساين كذا، يلعب يدور 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 كذا، مرة يرتفع مرة ينزل، مجموعة أسباب تجيب نتيجة قليلة، وأحيانا أسباب بسيطة تدخلات بسيطة تجيب نتائج كبيرة، على حسب متغير. هذا إنسان لسه تتعامل مع ماكينة ولا فهي تختلف. التعلم وتحسين النتائج مهم جدا، أن نتعلم على طول الخط، نسجل تغذية راجعة، نسجل نستفيد، يستفيد المانح تستفيد الجهة الممنوحة. التقارير مهم أن نطلع على مجموعة من التقارير، وهذه التقارير تخدمنا في تقييم المشروع، تقرير مالي، تقرير أثر، تقرير مخرجات، تقرير إنجاز، تقرير نجاح، الذي تريد. المهم أنه يعطيك مجموعة من التقارير، هذه التقارير تكون عندك مدخل مهم جدا للتعلم. نظرية التغيير والإطار المنطقي يساعد في التقييم جدا مهم، أنت لما بنيته في البداية سيساعدك في التقييم في النهاية، سيساعدك في التقييم بالنهاية بشكل كبير. طيب، في عملية التقييم يجب مراعاة التالي: التقييم ليس على مستوى واحد، التقييم على 5 مستويات. أنت تقيس على أي مستوى تقيس؟ أنت تريد تقيس على أي مستوى؟ فأنت تريد أن تقيس على ردة الفعل، والله جيد، سيء، موافق، غير موافق، غير، عدل، هذا ردة فعل فقط، والله أرتاح لهذا المشروع، ما ارتحت، ما أدري، هذه ردة فعل. أو أنت تريد أن تنزل أكثر عمقا فتقيس على مستوى التعلم، فتقيس تعلم الفئة المستفيدة من المشروع، شوف ماذا تعلمهم، مدى حصولهم على المعلومات. هذا المستوى الثاني في الغالب نحن نقيس المستوى الأول ردة الفعل، أكثر المشاريع الممنوحة تقيس المستوى الأول، ثم ينزلون شوي يقيسوا المستوى التعلم، أكثر عمقا المستوى الثالث هو التطبيق. هل تريد أن ترى ماذا طبقوا؟ هذا المستوى الثالث. المستوى الرابع تريد أن ترى الأثر، تريد أن تقيس الأثر، وهذا أكثر عمقا. المستوى الخامس تريد أن تقيس العائد على الاستثمار الاجتماعي، تقارن ما بين المال وما بين التكلفة، ما بين المال التكلفة هذه اللي حصلت فيها التكلفة اللي دفعتها وما بين العائد. هذا العائد هل يسوى؟ دفعت أنا 1000، هل يقارن هذه النتيجة؟ هل النتيجة تسوى 1000 2000 3؟ ولها منهجياتها، منهجياتها كثيرة، قياس العائد على الاستثمار. هذه الخمسة مستويات أنت وين تريد أن تقيس؟ لا تدعي أنك تقيس الأثر وأنت تقيس ردة الفعل، هذه مشكلة أصلا، أنت لم تعرف ماذا تريد أن تقيس، ماذا تريد أن تقيم. أنت تريد أن تقيم ردة الفعل، ضع معاييرك وضوابطك على قياس ردة الفعل، مدى انطباعهم، مدى استفادتهم، مدى تعلمهم، ضع معايير وضوابط تقيس وتقيم مستوى التعلم. التطبيق، ضع ضوابط ومعايير وآلية ومنهجية تقيس مدى التطبيق، وكلما زدت عمقا تزداد تكلفة في التقييم، وتزداد نسبة العلاقة والموثوقية تكون عالية جدا بين المانح والممنوح. كلما زدت عمقا لابد تكون علاقة أكثر عمقا، كما ذكرناها في البداية أهم عنصر عندي الموثوقية والثقة ما بين المانح والممنوح. فلا تكون الثقة مهزوزة وتقيس أثر، ما يجي. أنت ثقة يعني ما هي مرة، قس ردة فعله خلاص. فأنت هذه المستويات الخمسة لابد تعرف أنها وين تريد أن تقيس. طيب، أنت تريد أن تقيس ماذا في هذا التقييم؟ هل تريد أن تقيم مشروع واحد؟ أو تريد أن تقيم مجموعة مشاريع أنت دعمتها؟ أو تريد أن تقيم مجموعة مشاريع قصيرة وطويلة الأجل؟ يعني تكمية بسهولة أسهل، يعني هم مصنفة كذا، مشروع واحد أو مجموعة مشاريع طويلة الأجل أو مجموعة مشاريع طويلة وقصيرة الأجل. إذا كان مشروع واحد هذا له تقييم، إذا كان مشروع مجموعة مشاريع نسميها محفظة، هذه المحفظة مع بعضها أريد أن أقيمها. إذا كنت
مجموعة مشاريع محفظة مع بعض، مشاريع طويلة وقصيرة كلها مع بعض، كل الجهة. إذا كنت تريد أن أقيس مشروع واحد طويل الأجل فهو برنامج. أريد أن أقيس برنامج، فأنت تريد أن تقيس مشروع، تقيس برنامج، تقيس محفظة. المشروع هو واحد، البرنامج هو مشروع عبارة عن مشروع طويل الأجل في التزام عالي وفي مجموعة داخل وداخل مجموعة مشاريع. المحفظة هي خليط مزيج ما بين طويل الأجل وقصير الأجل تحقق أهداف وقضية المنظمة. فكل واحد له عملية قياس، وأهم نقطة كررتها كثيرا هي جانب الالتزام. كلما زادت المدة، كلما زاد التنوع، كلما زاد الالتزام على المانح والصبر على الممنوح. هذه نقطة أساسية جدا. كذا نكون انتهينا من إدارة المنح بالكامل. أخذنا في البداية، نعود ونلخص، أخذنا في البداية أنواع وأشكال الجهات المانحة، أدوار الجهات المانحة، الأدوات المستخدمة في الجهات المانحة، ثم أخذنا حياة المنحة، دورة حياة المنحة ولا مسار حياة المنحة، كيف تبدأ من البداية إلى النهاية. فيها تبدأ في المرحلة الأولى في استقبال العروض، أن أستقبل العروض، ثم بعد ذلك أدرس العروض، ثم بعد ذلك أتخذ القرار على هذا العرض، ثم أبدأ أراقب التنفيذ، ثم أقوم بعملية التقييم. خمس مراحل، كذا تكون أدرت المنح بشكل ممتاز وواضح. كذا نكون انهينا الجزء الأساسي في إدارة المنح، وهو نسمي كل هذه الدورة الأساسيات والمبادئ في إدارة المنح. هذه هي الأساسيات والمبادئ في إدارة المنح. إذا انتهيت من هذه الدورة كاملة تكون حصلت على الأساسيات والمبادئ في إدارة المنح. أتمنى أني وفقت لإيصال المعلومة، وإني ما كنت يعني شتتكم ولا تعبتوا معي، وكل أمل أني ألقاكم إن شاء الله في برنامج آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي على خير، مع السلامة.